السلام عليكم البنات، كي راكم دايرين؟ نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة. وانتم قاعد تشاهدوا هذا الفيديو ديالي. اليوم جبت لكم هذا الفيديو اللي هي عبارة على واحد الفانتازيا اللي كانت هنا في النواحي ديال وجدة، يعني بنيدر، واحد المنطقة اللي سميتها بنيدر، كيديروا فيها الشوا هنا في وجدة. داروا فيها هاد الفانتازيا ولا الوعدة كما كيعيطوا ليها. هي عبارة على تبوريضة اللي كتكون كل عام، كل مره فين مره كيديروها في هذا بعرفه، مره كيديروها في بني درار، مره في هذا سيدي يحيى. مع مرة جاتنا الفرصه باش نشوفوها، ودابا كنا كنجيو في الوقت اللي ما كتكونش فيه، ودابا تحتنا الفرصه، خصوصا وان هذه كانت الرغبه ديال الزوج ديالي، كان باغي يشوفها هذه مده، هو كيتمنى يشوف التبريده. واخيرا حقق له الحلم ديالو، مشينا شفنا التبريده. صراحه دازت زوينه، ولكن الحاجه اللي كاينه هو انه كان الغبره بزاف، تغبرنا. ما نقول لكم ماشي غير تغبرنا، رجعنا حالتنا بالغبره. ولكن كانت لا بريميدي زوينه، داروها من الصباح، حنا ما مشيناش الصباح، مشينا مع الجوج وبداو مع الاربعه. دايرين كراسه في القدام ديال الطونط، ودايرين واحد الطونط، واحد الخيمه وكراسه. جينا بارمي الناس قدامين وتفرجنا مزيان، دسلونا. كانت ما تعجبكم على الفيديو، اللي عجبتكم ديروا جيم بارطاجيو مع الحباب ديالكم، وما تنساوش تنخرطوا بالقناه ديالي. كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ولا كنتو اصلا من خارجي، كنقول لكم مرحبا بكم قناتكم هذه، وكنقول لكم احبكم في الله، واتمنى لكم فرجه ممتعه ومع التبوريطه ومع الفانتازيا والوعده كما حبيتوا تسميوها.
هذا شوف راجلي كي داير شايف الفطازيه شوفوا كي ولا هذا شوفوا هاي راه شوف الفطازيه شو دارت ليها شوفوا سروالو شوفوا سروالو بيض شوفوا 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 هذا تريكو كي ولا عامر بالتراب كله ها انتم شوفوا الصاك شوفوا الصاك الصاك ديالو شوفوا ما شوفوا الفطازيه شوفوا انا كي وليت رجليا فطازيه ها شوف مي لا شابو سي شوفوا الشابو ديالو كي ولا شوفوا يدي حنا شوفوا خويا تا هو كي ولا مسكين ها